أؤمن إيمانا قويا بأن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجمعها بين البشر هو الوتر. لا يختلف الدارسون والممارسون على أن الموسيقى الأندلسية أو طرب الآلة هي من أقدم فنون العالم، صمدت لقرون آتية إلينا من بلاد الأندلس. جاء في ديوان الآلة لمؤلفه المهدي الشعشوع أن الاتصال الذي كان قائماً بين المغرب والأندلس جعل الألوان نفسها الغنائية تنتشر في العدوتين على حد سواء، وتأتى هذا الاتصال بفضل التوحد السياسي الذي شمل المغرب والأندلس في عهد الدولتين المرابطية والموحدية والهجرات المختلفة الفردية منها والجماعية. حالياً تتضارب الآراء بين الدارسين والمهتمين حول مستوى جودة الموسيقى الأندلسية المغربية بين الماضي والحاضر، فمنهم من يرى أنها فقدت الكثير من مميزاتها العلمية وخصائصها الشعرية من عصر إلى آخر، وأنها وصلت مرحلة من مراحل انحطاطها أمام ضعف التعليم وتدني مستوى بعض من يتعاطونها واعتبارها مجرد تجارة، فيما يرى البعض الآخر أنها بخير وأن لكل زمان رجالته، وكل واحد يجتهد ليترك بصمته الشخصية سواء من حيث العزف أو الأداء. في هذه الحلقة رحلة عبر عوالم هذه الموسيقى العريقة وما صاحبها من تغييرات وتطورات جاءت على لسان من تبنوها، مروراً بالأساليب الثلاث التي اشتهرت في ربوع المملكة المغربية منذ سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حتى يومنا هذا. الموسيقى الأندلسية كانت في الأندلس في أبهى حلتها لأنها كانت حضارة راقية وعالمة. في المغرب حافظ عليها المغاربة منهم الأندلسيين طبعا بكل حب وتقديس واحترام، مما جعلها تصمد عبر العصور. ولكن القرن العشرين هو قرن التحولات، هو قرن الاصطدام بواقع الغرب، هو قرن الاهتمام بالتجارة أكثر من أي شيء آخر، هو قرن العولمة. فكيف واجهت الموسيقى الأندلسية كل هذا؟ واجهته بالتقليد الأعمى، إما أن نقلد ما جاء من الشرق، وهذا ما نجده مثلا في المعاهد الموسيقية، ولا زال الناس اليوم يستعملون اصطلاحات شرقية للتعبير عن مفاهيم أندلسية، أو تقليد غربي، فنعتبر أن الموسيقى الغربية هي الحقيقة المطلقة ونطبقها أو ونحاول أن نفهم الموسيقى الأندلسية من خلالها. باش نفهموا شنو واقع دابا في الموسيقى الأندلسية في الوقت الحاضر، سنرجعوا في التاريخ، نرجعوا إلى الوراء، وبالضبط في عقد الخمسينيات من القرن الماضي تأسس جوق الإذاعة كيف كان عرفوه، يعني من خلال التسجيلات اللي كانت تدع برئاسة مولاي حمد الوكيلي، وكانوا إلى جانب جوق الإذاعة كان جوق المعهد التطواني أو جوق تطوان برئاسة محمد العربي التمساماني، وجوق البري جوق فاس برئاسة الحاج عبد الكريم الرئيس، هذو اللي كانوا في الأوج أو هما اللي شكلوا الأوج. من أعلام موسيقى الآلة بداية القرن العشرين الحاج عمر بن العباس الجعيدي،
كرس حياته لتعليمها والتعريف بها، وفي سنة 27 900 و1000 عينه جلالة الملك محمد الخامس على رأس جوق الآلة الخاص بالقصر الملكي، وكان ترأس الوفد المغربي في المؤتمر الأول للموسيقى العربية. الفقيه محمد البريهي اشتهر بإلمامه الواسع بالتراث وبراعته في العزف على الرباب، أسس جوقاً مرموقاً في فاس وهو جوق البريهي. الفقيه محمد المطيري كان جيد الغناء وعازفاً بارعاً على الكمان وسريع البديهة، وشارك في المؤتمر الأول للموسيقى العربية. مولاي أحمد لوكيلي ولد سنة 1908 بفاس من أب مولع بموسيقى الآلة وملم بها إلماماً واسعاً. هذا ما دفعه إلى تنويع مصادره، فراح يبحث عن شيوخ الآلة وهو يتابع دراسته في جامع القرويين. لازم كبار الشيوخ، فكان محمد البريهي معلمه الجيد ومحمد المطيري أيضاً، وأجازه كل منهما إجازة تشهد بمؤهلاته الفنية العالية. سنعرفوا أن مولاي أحمد لوكيلي رجل يعني نشأ في مدينة فاس، وأخذ على البريهي والمطيري، وأخذ جائزتين لم ينالها من قبله ولا من بعده أحد. ثم جاء إلى مدينة طنجة في 36، ويعني أنشأ جمعية في 39 مع محمد العربي التمساماني، واللي كان اسمها إخوة الفن، وغينشؤوا يعني فكر جديد، موسيقى متطورة، أنماط متحضرة. انتقل مولاي أحمد لوكيلي إلى مدينة طنجة بنظرة متطورة لطرب الآلة، وصار على درب التغني به بأسلوب خاص، وبات ينقل نبوغه الموسيقي وإلمامه بالفقه والتاريخ والأدب العربي والمغربي والأندلسي من بيت إلى آخر، أهمها دار العرب الهواري، ويتردد على أصدقائه المقربين ويصاحبهم في جلسات طربية من بينها مقهى الحافة التاريخي حيث اللقاءات الثقافية. المجيء ديالو للإذاعة في 52 وجد هناك موسيقيين عباقرة من مدينة الرباط، الشافعي على العود، المكي فريفرة على القانون، الحسين بالمكي الفران، عفوا الحجام على آلة الكمان. فإذا الأخوين العوفير اللي عملوا موسيقى كلاسيكية وعملوا سولفيج، يعني وجد يعني واحد الأرضية مهيئة. الأسلوب اللي غيخرج به مولاي أحمد لوكيلي هو الأسلوب اللي غيرجع سائد في المغرب، وجميع الأجواق الأخرى في كل المناطق في المغرب غيتأثروا بداك المنهجية ديالو القوية، المنهجية العلمية الرصينة اللي يعني كتاخد كأن الجوقة رجعت جوقة سيمفونية كلاسيكية بالكونترباس. بهذا كنسمعوا الأصوات الغليظة المتوسطة الرقيقة الكريتشندو، هذا الأصوات حتى التي تغني يعني كان الطود الله يرحمه، الصوت الغليظ والعوفيرة، الصوت النسوي أيضا اشتغل مع علي المجاهد في الطيحي ديال الإصبهان، واللي غنت أما قد خافيت في الهواء، وروعة من روائع الموسيقى الأندلسية قاطبة. وصلت الموسيقى الأندلسية أو طرب الآلة إلينا اعتماداً على الرواية الشفهية،
وتعرضت كما يقول الأستاذ يونس الشامي في تقديمه لنوبات الآلة لقدر غير قليل من التلف والتحريف، شأنها شأن جميع الفنون المتوارثة شفوياً. لهذا يرى بعض المهتمين أن غياب النقد العلمي يزيد من تشويه ملامحها ويفقدها جودة المضمون شعراً وأداءً، خاصة أنها ترتكز على قواعد أدبية وفلسفية وطبية. وهناك من يرى أن مناهج التعليم وطرق التعامل معها اختلطت من أستاذ لآخر حسب مستوى كل منهم، فكثرت النماذج وتفاوتت درجة جودتها، ما نتج عنها غياب طريق موحد يتبعه كل مهتم ومتعلم لهذه الموسيقى العالمة. هذا الحقبة هذه ديال الخمسينيات، الستينيات، السبعينيات وحتى الثمانينيات شكلت أوج الموسيقى الأندلسية في القرن العشرين، إن لم نقل قبله بكثير، لأن ولو لا تسعفون المصادر، لأن طبعا التسجيل ما كانش بداك الشيء، ولكن كونت هذا الأقطاب الثلاث ولا هذه الأجواء الثلاث كونوا واحد الطفرة، واحد كونوا أوج الموسيقى الأندلسية في هذه الفترة هذه. لكن اللي وقع من بعد وابتداء من التسعينيات أن كانت هناك قطيعة بين الجيل الحاضر، يعني الجيل اللي تقلد الأمور ابتداء من أوائل التسعينيات أواسط التسعينيات إلى الآن، وبين الرواد وبين المعلمين، علما بأن الرواد ما كنقصدوش بهم يعني الأساسي الثالث اللي ذكرناهم، إنما واحد مجموعة ديال المعلمين اللي كانوا في الساحة. فعود من نبحثوا على تبليغ على اخذ داك الشيء، بعدا اخذ داك الكنوز كما هي في اصولها، بدينا كنقلبوا على واحد النوع ديال الشرعيه، شكون اللي غادي يخلف فلان، شكون اللي غادي يجي غادي يقود الجوق الفلاني. ومن ثم كان الهم الوحيد، وانا لا اعمم يعني كاين استثناءات، من ثم وقع واحد التهافت على الشهرة وعلى اكتساح السوق. الموسيقى الأندلسية المغربية في زماننا هي في حالة جيدة جدا باعتبار عوامل عديدة يصعب حصرها في هذا اللقاء. وقد يخالفني رأي من يتحدثون عن انحلال وانحطاط وخمول، والعكس في اعتقادي غير ذلك، فهي تشهد اليوم طفرة نوعية على مختلف المستويات، وخاصة في الجانبين التقعيدي والتطبيقي. تطور لابد خصنا نسيروا الزمان، لأنه لو مشينا احنا غير هذه أقل من قرن كانوا الآلات اللي موجودة هو أرباب والكمان والعود، والعود العربي. من بعد المهرجان ديال 32 ولات مسائل الاعلام، ولاو المهرجانات كيتقاموا، ولاو الموسيقيين كيمشيو للشرق والمشارقة كيجيو، يعني دخلت الدربوكة للاله، هذا التجديد الاول. ولا العود الشرقي، يعني هذه مسائل اللي تطورت، ولا الجوغ كانوا فيه كيكونوا عده يعني ربابات كيكونوا كثار، دابا ولا كنلقاو رباب واحد والكمان جات بزاف، اللي هو تطور ديال الرباب، يعني تطور مفروض علينا.
ولكن أقول أنه لكل زمان رجالاته، وكل زمن تصطبغ فيه الموسيقى الأندلسية المغربية بصبغة يجسدها أو تجسدها كفاءات معلمين ديال ذاك الوقت أو ديال ذاك الزمان، وتأخذ صبغة. مثلا أقول أن عمل مولاي أحمد الوكيلي في تلك الحقبة ديال الخمسينات والستينات كان عملا متفردا، عملا متميزا، بهر الجميع سواء الدارس المتعلم والممارس المختص. اليوم عندنا في المجال الموسيقى الأندلسية عندنا فنانين أبهروا الجميع وفاقوا صنيع القدامى أو من سبقهم في ذلك، والأمثلة متعددة في ذلك، فقد بصموا على مسار فني متميز في المجال، وبصموا على إبداعات لم نكن نتصور أنها ستعم هذا المجال. كاين واحد التيارات ديال اجتهاد أو سواء في العزف أو في الأداء، هذه جزئيات ما كتمنعش أن التراث ما نحافظوش عليه، هذه يعني كتبقى اختلاف في الرأي. وكاين حتى داك الناس اللي كيدوا على الاجتهاد اللي هو يمكن كان شوية مفوت واحد الناحية، يمكن عندهم الحق، ولكن الزمان هكا داير لا بالدقيق التطور. إلا سمعنا الموسيقى كيفاش كانت هذه يمكن جوج القرون، نلقاوها بعيدة ديال اللي عندنا مسجلة ديال في أول القرن العشرين، في 1904 ومهرجان القاهرة 1932. يعني غير من تما الخمسينات تبدلت بزاف، ومن الخمسينات إلى يومنا تبدلت، لأنه كاين تطور لا من ناحية الآلات الموسيقية ولا من ناحية ديال تطور العزف. يعني اليوم كاين تبارك الله مهارات، وهذيك المهارات جعلت الموسيقيين يفجروا الإبداع ديالهم، وهذاك هو التغيير اللي بعض الناس كيقولوا عليه، على أنه كاين اللي كيقول أنه كاع فسد التراث، هذه آراء تحترم. واللي هو يعني بغى يحافظ على هذاك الشيء القديم هو حر طبيعة الحال، وما كاين حتى شي مانع يدير العود رباعي ويدير الربابات كيف كان ويدير الطر ويعني نشوفوا الفرق، واش غادي يمكن يكون يعني اقبال على هذاك الشكل، غادي يمكن نسمعوه مره بربع ساعه. اما اليوم العازفين والمهارات خصها تبرع، وخصنا اللي عنده شي كفاءات يبينها ونشجعوا الناس، وهذا لا علاقة له بالصنعة ديال الآلة، يعني كتبقى متقة ومعزوفة ومغنية. كاين أصوات الحسن اللي تبارك الله دابا الناس مع المعاهد اللي ولات وهاد يعني التدريب والأساتذة اللي كيوجهوا، يعني حتى الأداء تطور. بطبيعة الحال كيخصنا غير هاد الاجتهادات تكون في نطاق محدود. للأسف هي موسيقى مرت بعصور كانت فيها العلوم غائبة، لهذا في المغرب الناس تعودوا على أنها موسيقى بدون علم، يعني وكأنها موسيقى شفهية من جيل إلى جيل وليس لها قيمة علمية، وهذه هي العقبة الأساسية اللي خصنا نكسروها باش نفهموا الناس أنه شكلها شكل الموسيقى العالمة أو الموسيقى الكلاسيكية في أي دولة متحضرة خصنا نتعاطاو بعلم
وليس فقط بالإحساس. بالنسبة لمن يقول أنه الموسيقى الأندلسية في زماننا هي مجردة من الجانب العلمي وتمارس بدون علم ومعرفة، فهو يجانب الصواب. اليوم كما قلت سابقا أصبح المؤطرون ورؤساء الأجواق والعازفون يستعملون معارف كثيرة لأجل تجويد الأداء، وهم في هذه الحالة يوظفون وسائل علمية، سواء تعلق الأمر بالموسيقية الفنية أو الأدبية الفنية، فكل ممارس يبذل كل ما في وسعه حسب طاقته وإمكاناته المعرفية وأذواقه الجمالية في الموضوع ليوظفها ويستثمرها ليقدم عرضا يخضع لضوابط علمية. لن أبالغ إذا قلت بأن الأصول معظمها كاد أن يضيع خصوصا الأصول النظرية، وهذه القواعد عند مئات السنين وكترجع بنا حتى الموسيقى والفلسفة اليونانية، وبقات كتوارث بطريقة أو بأخرى يعني في الوسط الفني ولا في الزوايا. المهم وصلت إلى أواخر القرن العشرين، ودابا حاليا حنا كنفقدوها شوية بشوية إذا لم نقم بإيجاد حل لهذا الشيء. هذا وقع النوع ديال لا أسميه أنا الاجتهاد، ولكن أسميه انحراف في اتجاهات خاطئة. يعني إذا ما كانش الأساس، ما كناش عارفين القواعد، ما يمكنش لن أديو هذه الموسيقى كما هي ولا نطورها. يستحيل شي واحد يمس بالجوهر، ما يمكنش. الحايك راه قيدنا كاملين، كيف قلت لك سابقا قيدنا كاملين بعدد الأدوار. الألحان عندنا متوارثة. شنو كيوقع أستاذة فقط هو النظرة التعبيرية للممارس، كيفاش كيشوف التقديم ديالو للحن في تلك الفترة المعينة من الزمن. طبيعة الحال عن طريق أو باعتبار إرضاء المتلقي بصفة عامة وإرضاء الفن، يجب أن يضع عمله في ميزان العلم وميزان الفن حتى يصفق عليه العلم والفن، عادي يشوف واش الجمهور يصفق عليه. إذن النظرة ديالو يطبقها ويضعها بأسلوب تعبيري جديد يخالف نسبيا ما كان عليه. والأجواق التي تتعاطى للموسيقى الأندلسية تقريبا كل أعضائها ما عندهمش التكوين اللازم، يعني يتعاطون للموسيقى الأندلسية بواحد الطريقة اللي هي بعيدة على الطريقة العلمية الأندلسية، كنتعاطوا لها وكأنها فولكلور. هذه النقطة الأولى. ثانيا الجانب المادي يطغى، يعني اللي كيجعل ان الجوق لا يهتم بالجوده الموسيقيه وكذلك الموسيقي في حد ذاته. يعني هناك نجوم كثار في الموسيقى الاندلسيه، سواء منشدين او رؤساء اجواق او حتى اجواق الذين اليوم يتصدرون الساحه، ولكن الجوده الموسيقيه هي ضعيفه بزاف، لان لا يهمهم الجوده، يهمهم هو العمل. يعني الموسيقى الاندلسيه تجاره.
المدرسة اللوكيلية الحمد لله يمكن أنا من الناس اللي باقي متشبتين بها ومتشبت يعني بطريقته وبال يعني بداك الخيال اللي كان عنده في الموسيقى وكيفاش يعني خيال روحي صوفي كيفاش استطاع وكثر بالنبرة الصوتية ديالو اللي كانت قوية ويعني معروف لما يغني مليح من اللوكيلية واخا يكون في 100 الناس غتسمع داك الرنة ديالو داك الدبدبات الساحرة. فإذا هاد الطريقة هذه وهاد المنهجية هي اللي غترسخ وهي اللي الحمد لله غيستمر عليها العديد من الموسيقيين، لكن مع الأسف الشديد من بعده ظهرت مواجهات أخرى وبلا ما نذكر الأسماء اللي بدأت يعني كتبغي تخدمها الموسيقى في جميع الحالات. عندنا العرس خصنا نشطحوا العروسة أو لن إلى غير ذلك، الآلة خصنا الآلة يعني بقات فقدت ذاك النخبوية ديالها. شبه غياب النقد الفني العلمي في هذا المجال وبالتالي غياب النقاد، لا سيما كان خصو يكون عندنا نقد، حاليا كان خصو يكون عندنا نقد يعني متطور واسس نقديه يعني معمول بها بسلاسه وبطبيعه. اذا النقد هو اللي غادي يكون واحد السلطات، واحد سلطات ردع ضد اي تشويه اي انحراف ديال القواعد، وبالتالي تحسين الجوده جوده الموسيقى الاندلسيه. لان لن ننسى بحكم يعني تنامي او انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه الموسيقى بدات تخرج للعالم كله، ما بقاتش مقتصره عندنا. اذا خصنا نعطيو احسن صوره للموسيقى ديالنا والاداء ديالها والشكل ديالها يناسب المضمون ديالها، لان هذه واحد الموسيقى اللي هي اكبر مجموعه موسيقيه غنائيه في العالم. فنحن نعتبر النقد وكأننا نطيح من قيمة الشخص، لهذا كلما نجد في ميدان الموسيقى الأندلسية هو المدح والتمجيد. مثلا تبارك الله عليك، تبارك الله على صوت، تبارك الله على عزف، الله يسلم يدك إلى آخره. وهذا طبعا لا يساعد، لأن الإنسان لا يواجه الأخطاء حتى يصلحها. لهذا
لهذا كانت كتبي يمكن أن نقول أول كتب في المغرب تتطرق إلى النقد وتفصل نصا فقرة مستقلة حول نقد واقع الموسيقى الأندلسية، وقد تطرقنا فيها إلى كل الجوانب التي ارتأيناها، مثلا دخول النمط المشرقي في الموسيقى الأندلسية، التوتر، انعدام العلم الموسيقي، انعدام الانضباط في العزف أو في الأداء، حتى الجمهور يستحق النقد، لأن الجمهور يجب أن يكون في مستوى الجوق في مستوى هذه الموسيقى. أعتقد أنه التأليف في مجال الآلة في زماننا هذا يجب أن ينصب على الشق التطبيقي، يعني أقصد الجانب الذي سيفيد الممارسة العملية، الجانب الذي سيفيد الدارسين والممارسين في مجال الآلة. التأليف في زماننا وللأسف تقبع في الرفوف وتبقى مجرد ذكريات ولا تستفيد منها المعاهد الموسيقية ولا يستفيد منها المهتم الدارس للأسف. فأنا أقول ينبغي
أن يهتم المؤلفون بالجانب العملي في زماننا، لأنه ينقصه الكثير. أما الجانب العلمي والتنظيري والتقعيدي فقد خاض فيه الجميع من قبل، ويخوض فيه مجموعة من الباحثين اليوم، ولا يفيد الممارس في شيء، ولا يستفيد منه الممارس في شيء. هناك نوعان من التوثيق، هناك توثيق النص ولا التوثيق الشعري، وهو بدأ منذ قديم الزمان، هذه تقريبا 3 قرون مع الحيك التونسي التطواني، ووضعت مختصرات له، وضعت نسخ عديدة، ثم جاء كتاب الحاج درس بن جلون في الثمانينيات، وكتاب الحاج عبد الكريم الرئيس كذلك في الثمانينيات، إلى أن الحمد لله وفقني الله أن أخرجت الطبعة الثانية من كتابي ديوان الآلة، والذي جمع حاولت أن أجمع فيه جميع المدارس المغربية بغض النظر عن العامل الجهوي، يعني جميع المدارس، وتوصلت باش أنني نجمع أكثر من 1000 نص، يعني 1000 صنعة بدراستها الأدبية والفنية وغيرها. الثاني وهو التوثيق الموسيقي، أو ما يسمى بالتدوين الموسيقي أو التنويط، وهو وضع النوتة أو وضع الكتابة الموسيقية للصنائع والنوبات والتواشي. منذ أظن العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الماضي بدأ التنويط مع باحثين إسبان وفرنسيين ثم مغاربة، وتقريبا أظن أن حاليا عندنا جميع النوبات منوطة. التنويط تا هو خصو يتطور، هذوك الناس اللي نوطوا قبل مع الأستاذ الشامي ولا عدد تبارك الله اللي الله يجازيهم بخير، نوطوا باش حافظونا على داك الشيء. الان التنويط خصو يتطور، معناه يتطور. مثلا العازفين العود خص النوطه ديالهم كتكون بالعود باش كيعرف، العازفين الكمان عندهم النوطه ديالهم خاصه، يعني كل تقريبا يعني اله موسيقيه عندها التنويط ديالها اللي مواتيها. تيمكن نقربوا شويه، يعني نكونوا يعني نردوا شويه داك الروح اللي كان في هذا الاطار، ورغم ذلك كيخص لابد من الحفظ.
ديال التصنوات اللي كاينه اللي متبعه دابا هي طريقه غربيه محضه. اذا عندنا سبعه ديال الاصوات دو ري مي فا سول لا سي دو يعني بالتغيرات التي تطرأ عليها في الخفض والرفع وغيرها. هاد المجموعه ديال الاصوات اللي ماشي بها النظام الغربي لا تكفينا لكي نكتب بوفاء الموسيقى الأندلسية. في عهد الدولة العلوية عرفت موسيقى الآلة ازدهارا جليا بفضل تشجيع ملوكها على العناية بالعلم والثقافة. ظهرت المؤلفات العلمية وانتشرت الدواوين ككناش الحايك ومختصر الجامعي، ومن بين أهم دواوين الغناء الأندلسي المغربي حسب ما جاء في مؤلف ديوان الآلة متعة السماع في علم السماع لأحمد بن يوسف التفاشي، والروضة الغنى في أصول الغنى للحسن الحايك الأندلسي، وإيقاد الشموع في لذة المسموع من نغمات الطبوع لمحمد البعصامي. انقسمت دواوين الغناء الأندلسي المغربي من حيث المنهجية إلى نوعين: الكنانيش الخاصة التي دون فيها أصحابها محفوظاتهم أو ما نقلوه من كنانيش الغير، ثم الدواوين العلمية المستوفية التي تضم مستعملات عصرها وتخضع لمنهجية معينة في الترتيب، كما اهتمت بعض المصادر بتدوين النصوص من جهة وبضبط الأصول النظرية من جهة أخرى. أنا حاولت في التسعينات أن أكتب بالنوطة الموسيقية نوبة الاستهلال، وانتهيت من الكتابة في 95، لكن راودتني فكرة أو تخوف كبير، وهو ما بغيتش يعني الموسيقى اللي كانت كتلقم طريقة شفاهية من المعلم يعني المريد أو الطالب أو التلميذ بأن نمرض إلى الورق وإلى منهجية غربية ربما تنال الكثير من هذه الموسيقى. ولكن في أخيرا بعد ما لح علي مجموعة من الهواة والجمعيات قالوا لي العمل ديالك خصو يكون يعني خصو يصنع، فإذا التجأت إلى الأكاديمية المغربية المملكة المغربية ووجدت أذنا صاغنة يعني في شخص سيدي عباس الجراري اللي القيدوم ديالنا والرائد وغني عن التعريف، يعني استحسن العمل وخرج في أبهى حلة اللي هو نوبة الاستهلال. هو بين أيدي نوبة تاريخ تدوين وتحليل، صدر في 2018 ونفذت الطبعة الأولى، ونحن في صدد إخراج النوبة الثانية اللي هي نوبة رمى المايا. إذن عملت دراسة مطولة على كيف تغيرت هذه الأشعار حسب العدد الأدوار، حسب المقاربة والمقارنة
ما بين الكنانيش العديدة الموجودة، ووجدت ضلتي في كناش العربي السيار اللي هو كان في طنجة وتوفي في 1964، وكان من كبار المعلمين يعني فحال غنقولوا المطيري والبريهي. كنوش عندنا يعني هذه العقدة من الغرب ولا من الكتابة الموسيقية الغربية، إلا عرفناها مزيان ولكن تكون تكميلية يعني تفيد الدراسة في الطبع، الدراسة في الإيقاعات إلى غير ذلك، لأن نمر من المسموح إلى المشهود. فإذا ملي كنشوفوا الموسيقى والسطور يمكننا نحلوا، يمكننا نشوفوا أبعاد أخرى اللي ما كانت شي حاضرة بلا هذه الدراسات هذه اللي، والحمد لله كاين عدد من الاساتذه ولعل على راسهم سيدي عبد العزيز بن عبد الجليل اللي تبارك الله عليه عمل فيما يخص التاريخ، يعني رجع الى الامهات الكتب وخرج بالكثير. يونس الشامي فيما يخص الكتابه الموسيقيه هو عمل مجهود كبير. انا جيت مكمل من هذه المنظومه هذه، ولكن الجديد عندي وهو أكتب بالنقحرة، يعني الحروف العربية مكتوبة بالرموز الكتابة الغربية اللاتينية. فإذا هذا يفتح هذه الموسيقى على الغرب، وكنظن أن في الغرب يقرؤون أحسن منا. فإذا هذه الكتابة الموسيقية تفيد وسوف تفيد إن شاء الله هذا الانفتاح ديال الموسيقى الأندلسية اللي هي تراث عالمي. الفترة الزمنية أو الحقبة التي ينفصل فيها التقعيد والتأصيل والتنظير عن الممارسة، في ذلك الحين نقول أن هناك انحطاط. أما الآن الحمد لله فهناك ازدهار علمي، ازدهار معرفي، معارف وازنة تظهر للساحة بعد الفينة والأخرى تساعد في الرقي بالفني إلى درجات معينة، إلى درجات نصب إليها. يبدو أن الجدل حول مستوى الموسيقى الأندلسية المغربية وعن القطيعة التي وقعت ابتداء من تسعينات القرن الماضي بين الجيل الذي سبق وجيل الآن، وبين تضارب المواقف والآراء حول جودتها واستمراريتها،
سيبقى جدلا قائما.